السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في الجزء السادس تقريبا من محاضرة أو ورشة عمل gfxacademy.net الخاصة بإنشاء برومو إخباري بيجمع بين السينما 4D والأفتر إفكت. لغاية الجزء الخامس احنا كنا اتكلمنا على السين رقم واحد أو المشهد الاولاني، وفايده كمان البروجكت ده ان انت هتتعلم ازاي انك انت تشتغل باكتر من سين، او انك تقسم المشهد الكبير بتاعك او العمل الكبير بتاعك لاكتر من سين علشان تقدر انك انت تشتغل بشكل منظم وشكل مرتب، يسهل عليك بعد كده عمليه الايديتنج، ويسهل عليك بعد كده عمليه الكومبوزيتنج، وفوق ده كله طبعا موضوع الريندر. تعالوا نشوف السين رقم 2 اللي كان خاص بالخطوط اللي كانت بتمشي من الجنب لغاية اخر السين، ده خطوط المنحنية. تعالوا نعمل كلوز للسين بتاعتنا وتعالوا نبدأ فريش سين. اعتقد احنا كنا شغالين، والله انا نسيت، تمام. لو احنا فتحنا الريسنت فايلز اعتقد احنا كنا شغالين على 1280 في 720 كلوز، نعمل رندر سيتنجز، نشتغل 1280 في 720، تمام بالمنظر ده كده. ده 90 فريم، هنخليه مثلا وليكن برضو 300، نوحد الشغل بتاعنا بالمنظر ده. نيجي بعد كده في الماسك التوب ونروح ل اسف مش كيوب معلش نروح لسبلاين وناخد بيزيير سبلاين. ممكن ياخد البي سبلاين، بس البي سبلاين هرسم لي سبلاين بالمنظر ده، عايز البيزيير سبلاين، او احسن ناخد راح فين اللينير ونرسم. الاول احنا عايزين نشوف منين، طب نرسم ادي نقطه وادي، احنا عايزين نرسم خط او خط منحنى. طيب وادي النقطة التانية، وادي التالتة، وادي الرابعة بالمنظر ده كده. اسف، نسلكت رايت كليك سوفت انتربوليشن، ودي رايت كليك سوفت انتربوليشن بالمنظر ده عشان ناخد الشكل ده كده. نيجي ليه السبلاين ونعمل سكيل السبلاين ككل بالشكل ده ونظبط النقط بتاعتنا، تمام. نروح للبوينت مود، نظبط النقط بتاعتنا بحيث انها تدينا الشكل اللي احنا عايزينه. نعمل بقى رايت كليك واقول له ايكوال تنجنت لينكس، رايت كليك ايكوال تنجنت لينكس، ورايت كليك برضو ايكوال تنجنت دايركشن، ودي ايكوال تنجنت دايركشن علشان مشكلة الاكسس في السينما هتفضل يعني، نحاول تبقى كده. و soft interpolation، ودي برضو soft interpolation. نحاول نرجع للأول، نحاول نخلي ده بالشكل ده كده، نحاول نخلي ده بالمنظر ده كده، يعني الشكل ده كده. ناخد بقى احنا السبلاين ده و اعتقد ان احنا هنلف الكاميرا ونرفع السبلاين لفوق بالمنظر ده كده، ومتهيألي ان احنا هناخد اخر بوينت ونزقها بره المشهد بالشكل ده كده.
طب نيجي بعد كده عايزين نعمل التقسيم بتاع السبلاين ده. هروح للسويب نيرفز اول حاجه، وبعد كده اروح اخد البروفايل بتاعي وليكن مثلا ريكتانجل، والريكتانجل ده هيبقى راوند، ونخلي الراوندنج بتاعه او نخلي الويدث بتاعه الاول وليكن ده على سبيل المثال وليكن ده 10 وده 50 لمجرد التجربة ليس إلا، وده مثلا وليكن 2، واخد السبلاين مع الريكتانجل بالمنظر ده كده. اخلي دي كاميرا بحيث ان انا يعني ما ارجع لهاش بعد كده. اعتقد ان احنا هنرجع نعكس او نزود السبلاين بالمنظر ده، اعتقد هيبقى 85 ودي ممكن نخليها 110، يعني هيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. طيب لغاية كده كويس، نعمل ريندر ونشوف. الى حد ما اعتقد انه كويس، حتى بالرغم من ان السويب نيربس السيجمنتس بتاعته مش كتير، السبلاين ممكن نخليه يونيفورم، والريكتانجل ممكن نخليه يونيفورم تفاديا لاي، او نخليه ناتشرال ونخلي ده ناتشرال ونجرب نرجع اديتيف احسن، لان اديتيف اولا مش هتاخد مننا وقت كتير في الرندر. ناخد بقى السويب نيربس ده تمام، ونحط السويب نيربس ده جوه كلونر اوبجكت. هاخد السويب نيربس واحطه جوه كلونر اوبجكت. دايما بحب ان الاكسس بتاع السينما تكون في الوسط. لو هاخد ده كده كنترول زد، اخد الاكسس تول كنترول زد، هو فعلا عمره ما هيتنقل لان الكلونر مش ايديتابل ولا ده كمان. لا بس ده متهيألي يتنقل، ده اخده انقله كده مظبوط، ولو خدت الكلونر تلقائي اتظبط مظبوط كده كده كلامنا مظبوط بالمنظر ده كده. لو انا بقى خدت الكلونر ده وقمت جاي رايح للكاونت وعملت اوفست على واي بمقدار مناسب 100، خليها 100 وزودنا الكاونت بالمنظر ده. ومش عايز بقى ابعد بالكاميرا، لا انا هروح للكاميرا ومسقط الكاميرا بالشكل ده كده تمام، واغير الكاميرا انجل، وهغير كمان عشان اخد مساحة اخلي دي 22. الفوكال لينكس بتاع الكاميرا هو اللي انا هغيره طبعا مع ضبط الزاوية اللي انا عايز ابص منها على الديزاين بالشكل بالمنظر ده كده. عندي طبعا السبلاين، السبلاين هو راح فين؟ ادي البوينت بتاعته، خلاص طبعا هاخدها الناحية دي بحيث ان تبقى طلعت او الحاجة بتاعتي طلعت لبر. طبعا ممكن اخلي دي 20 كمان تمام بالمنظر ده كده. لو انا جيت اعمل ريندر هلاقي الشكل عندي بالمنظر ده. ممكن اخد الريكتانجل واخلي الراوندنج بتاعه بتلاتة خمسة، خلاص بالشكل ده كده. طبعا السويب نيربس ده بقى اقدر ان انا عن طريق الاند الاند جروث والستارت جروث ان انا احركه. طبعا انا هشتغل بالستارت تمام بالمنظر او بالشكل ده كده. ممكن اجي في السكيل، اجي في الديتيلز واروح للسكيل واقلل السكيل بتاعه شويه تمام، بحيث يبقى تدريجي
يعني بالشكل كده بحيث يدي بعد او يدي depth شوية. نروح للستارت جروث ونشوف. تمام كده عملنا الجزء بتاع او الحتة بتاعت الستريبس اللي بتيجي من الجنب. نيجي بعد كده نعمل بقى حركة الكاميرا. حركة الكاميرا، اولا الكاميرا هتبقى في الوضع ده. طيب عشان نضمن ان احنا تمام، نيجي عند فريم رقم 100 ونروح للكووردز ونحط كي فريم عند كله ونرجع لزيرو ونشوف بقى هنظبط الكاميرا ازاي. خلي بالك انت بتسلكت ده، ترجع للكاميرا تاني. هسلكت الاوبجكت بتاعي واقرب كده لان انا عايز اخش تمام ما بين الاتنين دول. ايوه اعدي بالظبط ده اللي انا عايزه، بس طبعا من غير دي ما تبان. انا عايز الحركة دي كده بالظبط. هحط كي فريم. غلطة، كنترول زد، شفتوا حطيت كي فريم هنا لان نسيت ان انا ما عملتش سيلكت على الكاميرا تاني. وعشان على فكرة كونك انك تحط الكي فريم الاساسي اللي انت عايز توصل له في مكانه في الاول احسن. شفت لما احنا عملنا حتى كنترول زد رجع الكاميرا زي ما كانت. نرجع تاني. تمام انا عايز اسلكت كده واخش من وسط الاتنين، بس اضمن ان انا في الوسط بالظبط وان انا ما بطلعش بره. ايوه بالظبط كده. ارجع للكاميرا بقى عشان ما اغلطش واعمل كده. الحركه مش تبقى مظبوطه من اول مره، تمام لازم هنقعد نعمل تويكينج. لا والله طلعت مظبوطه. طيب تمام قوي كده. هنمشي بقى الانيميشن ازاي. الاول تعالوا نعمل نخليها كونستانت شيدنج بحيث ان احنا نشوفها بشكل احسن. طب نعمل ريندر، بحب قوي اعمل ريندر للقريب. هو ده اللي انا عامل حسابه، التقطيع دي. طيب التقطيع دي لو انا رحت للسويب نيرفس ورحت الاوبجكتس وقلت له الايزو سب ديفيجن زودته، لو قلت له بارل موفمنت مش هيدي اللي انا عايزه، يبقى حلها بقى وامرنا لله ان انا هروح اخلي اديتيف دي بزيرو واخلي اديتيف دي بزيرو واعمل ريندر هلاقيها اختفت. لكن طبعا هيبقى على حساب وقت الريندر، لكن مش مشكله. في الجزء اللي جاي ان شاء الله هنكمل الانيميشن او الفيكس للانيميشن بتاع الكاميرا، تمام، وفي نفس الوقت نبدا نتكلم على ازاي نحط اللايتنج بتاعنا، ازاي نحط الخامات بتاعتنا.